تواصل الفصائل الفلسطينية اليوم جلسات الحوار التي بدأتها أمس في القاهرة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق عام 2011 برعاية مصرية. وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماع الذي عقد في مقر المخابرات المصرية في القاهرة إن الفصائل أكدت ضرورة التمسك بإصلاح منظمة التحرير وإقرار جدول للانتخابات العامة وبحث سبل دمج الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية في القاهرة مجددا، المحطة الثالثة من تفاهمات المصالحة الأخيرة بعد أن تسلمت حكومة التوافق الوزارات والمعابر. عازمة وجاهزة. الحكومة قالت إن قضايا خلافية تحل دون تمكينها بشكل فاعل، فيما تصر حركة حماس على أنها قدمت كل شيء وأن حوار القاهرة لبحث الملفات الكبرى. كان واضح أن هناك توجهان، التوجه الفتحاوي أنه هم يريدون فقط البحث في عملية تمكين الحكومة ولا يريدون بحث الملفات الأخرى الكبيرة، ويعتبرون أنه تمكين الحكومة أمر مهم جدا يبنى عليه بعد ذلك، أو هو شرط أساسي لمناقشة باقي الملفات، بينما رؤية الفصائل الفلسطينية أن تمكين الحكومة هذا أمر مرتبط ب 1/12 عندما تلتقي حماس وفتح، وهذا كان ضمن اتفاق 12/10. ملف الموظفين خط أحمر، يقول الموظفون الذين عينتهم حماس عقب أحداث الانقسام. ندعو الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة لطرح ملف موظفي القطاع العام والتأكيد على ضرورة وسرعة حله حلا عادلا، لأن نجاح هذا الملف مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح خطوات المصالحة والعكس صحيح. الناس في غزة لم يلحظوا تحسنا على الأرض، هكذا لخص المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف صورة الوضع، بل وحذر المسؤول الأممي من أن فشل مباحثات القاهرة سيؤدي على الأرجح إلى صراع مدمر آخر. ملف الأمن، أكدت حماس أنه منعزل عن الحكومة وأنه يحظى بمسار خاص لا يمكن اللعب فيه. ملف الأمن عندما قلنا التمكين ما كانش الأمن فيه، النص بيقول واضح الأمن بده يضل موجود لعند ما ينتهي كمال. شو دخل هم في الأمن؟ شو دخل الحكومة في موضوع الأمن؟ الأمن هذا له شغل لحاله أصلا، بموظفي الأمن بغيره هل حالهم. رد حكومة التوافق جاء سريعا، أكدت فيه على أنها لن تكون إلا ذراعا لتنفيذ ما ستتفق عليه الفصائل في القاهرة. كل الملفات مهمة وكلها يعني سيتم التعرض لها، ولكن في الأساس نبدأ الخطوة الأولى مناقشة ما تم إنجازه حتى الآن من تمكين الحكومة في قطاع غزة. يبدو أن الانتقال بين ملفات المصالحة بالرعاية المصرية كمن يسير في حقل ألغام، يقفز قفزا عن ملفات شائكة خشية الخوض في تفاصيل قد تنفجر في وجه الجميع. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. انضم إلينا من غزة مراسلنا من هناك باسل خلف. إذن باسل، ما آخر تفاصيل الواردة من القاهرة حول جلسات الحوار في يومها الثاني، خاصة وأن هناك أنباء سربت عن أجواء صاخبة وسقف توقعات منخفض لهذه المحادثات؟ نعم هشام، بدأت صباح هذا اليوم الجولة الثانية من الحوار، كما قلت في نهاية تقريري قبل قليل أنه ما يحدث هو سير بين ألغام، وهذا ما يحدث بالفعل، وهو ما يشير إلى ما ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بالأجواء داخل مقر المخابرات المصرية والتسريبات التي تأتي منذ ليلة أمس ومنذ أن انتهى اجتماع طويل للفصائل الفلسطينية بحضور المخابرات المصرية 11 ساعة. كما فهمنا استمر هذا الاجتماع وبحث محاور عدة، لكن الخلاف كان الأمن أولا أم تمكين حكومة التوافق أولا. فتح تقول وفدها المرافق بأنها تبحث عن تمكين حكومة التوافق أولا في قطاع غزة، وحماس وبعض الفصائل الفلسطينية كما فهمنا أيضا كانت تقول بأنه الحكومة مكنت بالفعل في قطاع غزة، يجب بحث الملفات المتبقية الكبرى التي نصت عليها اتفاقية 2011 والتي من المفترض أن يكون هناك جدول فقط لتطبيقها.
الآن السؤال في غزة، ما الذي سيلمسه المواطن ونحن على بعد ساعات من الاجتماع أو نهاية هذه الاجتماعات وإعلان البيان الختامي؟ هل سيكون هناك تحسن على أرض الواقع؟ هو ما سيترك انطباعا إما بالأجواء قليلة التفاؤل أو يرفع سقف التفاؤل. الجبهة الشعبية قالت أنه اليوم سيكون هناك وضع بيان ختامي وصياغته أيضا وضع جداول كما أكدت حماس لتطبيق تفاهمات القاهرة 2011 وأيضا اتفاق 12 من أكتوبر الذي وقع برعاية المخابرات المصرية. إضافة أخيرا إلى أنه هذه المرة سيكون ربما وفد من المخابرات المصرية لرعاية ما يمكن أن يحدث على الأرض. بس الخلف من غزة، شكرا جزيلا لك.